سفير الطموح إلى بلاد النجاح، سفير المحبة إلى مواطن القلوب، سفير الأيادي البيضاء إلى سماء العطاء. عيناه فسحة أمل وقلبه مرجو وفاء، متعدد الجنسيات، معتدل الهوى، أوقد شمعة التعاطف على مذابح الوطنية والانتماء. على إيقاع أعماله ترتفع أراجيز الإنسانية وأغنيات الحنان. أدرك مجد الأمومة فبنى لها مزارا من حروف الحب والتقدير. هو المجبول من طينة العظام الذين تسلقوا جبال العز وكتبوا بماء الذهب مسيرة العنفوان والتقدم. شهدت مدينة حلب السورية ولادة السيد جورج كلايجيان في عائلة محافظة متمسكة بأسمى المبادئ والقيم وأرفع العادات والتقاليد. حاز على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة هيكازيان في بيروت. بعد ذلك انخرط في ميدان العمل مستثمرا في لبنان، ثم انتقل إلى دولة الكويت حيث استقر فيها مع عائلته، محققا الكثير مما كان يطمح إليه، قاطفا نجوم النجاح من فضاءات الأحلام. تربى الأستاذ جورج في أحضان عائلة كبيرة. كان أبوه السيد أرمان رسام خرائط هندسية، وقد شكلت وفاته المفاجئة محطة حزينة وصدمة كبرى لعائلتي ولكل من تعرف عليه. والدته نعمة وبركة، لها نصيب وفير من الحب في قلبي، ويكون لها بالفضل في الاهتمام بولديه، وهي على علاقة طيبة بزوجته أن التي تعرف عليها في الكويت. وقد كانت تلك الساعة من أجمل ساعات حياتي، وكانت ثمرة زواجه منها ولدين اثنين. أيها النسر المحلق في فضاءات الإنجازات، لقد أحسنت منذ نعومة أظافرك اختيار الدرب السليم، فكنت خيال العلم والتصميم وعنوان النجاح والعطاء. وجهك محطة أمل، وبيتك وزارة شؤون. قصدك من رمتهم الحياة في ميادين البطالة، فكنت من أمن لهم سبل العيش وفتح أمامهم أبواب العمل. فما أنبلك روحا فياضة بالحب، وما أكرمك نفسا جوادة بالخير، وما أجملك فكرا نيرا وبصيرة للإمام. إليك نقدم خمور الاحترام مسكوبة في كؤوس التقدير. دمت سندا لمن لا سند له، وملجأ لمن لا عمل له.